ما تقولوا ليه الكهرباء ما بتتعملش، ما تقولوا ليه؟ لو انا خدت ثمن الكهرباء الحقيقيه هضاعف ثمنها مرتين. طب الغلبان هيروح مني فين؟ اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ اغليها قد ايه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع اتنين وتلاته، اللي بيدفع جنيه هيدفع جنيه اتنين وتلاته. انا بتكلم لو انا النهارده مواطن بدفع 100 جنيه في الشهر، لو انا عايز ابيع له الكهرباء بسعرها اللي بيكلفوني دلوقتي اخد منه 300 جنيه. طب احنا بنعمل كده؟ لا. طب بنعمل ايه؟ برضو بشرحها من باب ايه؟ انا بتحمل المسؤوليه امام الله قدامكم عشان الكهرباء دي تستخدم على مدار 24 ساعه، مفيش قطع كهرباء خالص، لازم اخلي ثمن الكهرباء لوزير الكهرباء قد ثمنها ده مرتين ثلاثة. بقول تاني، ليه ما بزودش كده؟ تقول المديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول قد كده، طب ما بتدفعش ليه؟ أصل أنا اللي باخده أقل من الثمن، وبالتالي أنا مديون لوزارة البترول. طب وزارة البترول أنت عندك مشكلة في إيه؟ يقول لك ما أنا بديله الحاجة بأقل من ثمنها، فأنا عندي مشكلة في إن أنا أجيب البترول والطاقة اداها له بالثمن دوت، وبقيت الشركات اللي شغالة معانا بقت يعني ليها فلوس عندنا، وأنا بقيت مدين. طب ده مدين وده مدين. الكلام ده مش وليد النهاردة، ده وليد ممارسات احنا ماشيين بيها بقالنا سنين، وكنا عملنا خطة في 2016 عشان نخلي ثمن الحاجة قد ثمن تكلفتها. لكن لازم تحطه في الاعتبار التحديات اللي بتقابلنا اللي في الأزمة بتاعت كورونا والأزمة العالمية اللي موجودة والحروب اللي حوالين مننا وتأثيراتها علينا. الأمور مش ماشية كده يعني، وإحنا مواردنا مش كتير تسمح إن إحنا نقابل التحديات ديت من غير جهد، لا، ومن غير تحمل، لا. أنا بعيب على إيه؟ على المعنيين حتى في التقارير الصحفية والكلام ده والمقالات اللي بتتكتب والناس اللي التناول اللي بيكون، ما حدش بيتناول المسألة بشكل موضوعي خالص يا جماعة. ايه ده؟ يا انتوا مش عارفين؟ يا احنا مخبين عليكم. وانا بكلمكم بمنتهى الصراحة، الدول ما بتدارش كده، الدول بتدار بالجدية والمسؤولية والفهم، ولو الناس فهمت هتيجي معاك. الناس لو فهمت انت بتعمل كده ليه هيجي معاك. ما انا بقول لك البديل اهو، ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعه طبعا، محطات موجوده ونستطيع. لكن النهارده الدكتور شاكر عشان ياخد الوقود اللازم ليها لازم يدفع فاتورته، ده حتى ايه بعد دعم وزاره الماليه ليه، ولا انا مش واخد بالي يا دكتور مايت كمان؟ طب ما هيجيب منين؟ فيضطر ان هو حجم الوقود اللي بيجيله على قد يعني مع الدعم اللي بيجيله تمشي كده. طب ممكن نشغلها 24 ساعه؟ ايوه، و48 ساعه كمان، بس بكام؟ وانا بقول لو ما حطيتوش ايديكم في ايدين بعض كلكم يا مصريين وتفهمتوا حجم التحديات اللي موجوده في البلد ديت وجريتوا عليها، هتقول الله يا عم انت النهارده في مشاريع جميله بافتتاحها بتنكد علينا ليه؟ طب والله العظيم ثلاثه على عيني يعني، والله صحيح، بس ازاي؟